شكرا. واضح سيد عدنان الحاجي مباشرة من قفصة، شكرا لك على هذا التدخل. شكون عنده تعليق على ما كان يقوله بإيجاز؟ ثم بعد ثورة مباشرة وقت اللي في الواقع الثوري اتصل بي أهل سفاقس وقال أنت عمل إذاعة ولا تلفزة، دليل على الثقة. واضح تسلح. هل اقنعك في بإيجاز جديد؟ نكمل